لأصحاب المآزر البيضاء الذين ضحوا أثناء الثورة التحريرية والذين كذلك استشهدوا أثناء الثورة التحريرية وكذلك ربي طول في عمر من هم على قيد الحياة. فعندما يحجز البيان أمام روعة البطولة ويحيى القلم من الكتابة عن تاريخ الثورة المجيدة ويحجز اللسان عن التعبير عن ثورتنا التحريرية يكفي أن نقول الجزائر. أكثر من 30 طبيب يعني شهيد استشهدوا أثناء الثورة التحريرية وأكثر من 60 شخص يعني عانوا من التعذيب والتوقيف وكذلك السجن وأكثر من 120 يعني التحقوا بصفوف الثورة. هناك الكثير من أسماء كثيرة من ثوارنا من أصحاب المآزر البيضاء، نذكر ما بينهم محمد التومي، لبين خان، يوسف الخطيب، ابن تامي الجلالي، عبد الكريم، بابا أحمد، عبد السلام هدام، بشير منتوري، زيزا مسيكا، مليكة قايد، فرانس فانون وغيرهم من الكثيرين من الذين وقفوا مع الثورة التحريرية ومنهم من استشهدوا ومنهم على قيد الحياة. بدون إطالة نروح نشوفوا كيف كان القطاع الصحي أثناء الثورة التحريرية في هذا البتار. تابعوا معنا. مع اندلاع الثورة التحريرية في الفاتح نوفمبر 1954 كان القطاع الصحي بصفة عامة بدائيا مع غياب الإطارات، واستمر الوضع إلى غاية التحاق الطلبة الجامعيين والثانويين بصفوف جيش التحرير الوطني بعد إضراب 19 ماي 56 900 ألف، خصوصا جمع من طلبة الطب والصيدلة والتمريض إلى الولايات الخمس، وبهذا تشكلت النواة الأولى لقطاع الصحي. كما شهد القطاع تطورا ملحوظا في المرحلة الممتدة بين 56-900 ألف و 62-900 ألف، اتسمت بعمليات التكوين الواسعة في مجال التمريض. كان الطبيب والممرض يحمل السلاح ويتدرب على القتال، وقد أثبت الطبيب والممرض الجزائري أثناء الثورة التحريرية على التصميم لتحقيق الاستقلال، فالغاية كانت الشهادة أو النصر. أسماء سطع نورها إبان الثورة التحريرية، فكانت الذراع الأيمن لثوار في قطاع كان من أهم القطاعات في حرب التحرير هو القطاع الصحي. نعم، إذن أسماء سطعت أثناء الثورة التحريرية، ومن بين هذه الأسماء رائد من رواد الثورة التحريرية يسرنا أن نلتقي به من خلال هذا السنور، هو البروفيسور محمد التومي أحد رواد الصحة أثناء الثورة التحريرية. تابعوا. هي في الحقيقة في البداية كنا يعني في الثانوية في الحقيقة كنت محب تاع حزب الشعب، وفي هذاك الوقت كان كنت نظل في برج ملايين. اي بلو تار دونك كنت je me retrouvais en Tunisie que j'ai demandé à monsieur Bentobal rahimahullah les moyens de rentrer dans sa wilaya, eh bien il m'a permis donc d'y aller. Alors évidemment ils m'ont préparé et nous avons traversé les lignes, la ligne Maurice avec difficulté, et en arrivant dans le nord constantinois, j'étais très heureux. On s'est partagé les rôles pour établir un système organisationnel de santé comme il se doit. On avait déjà formé beaucoup des paramédicaux, pas suffisamment,
Et à partir de cela, nous avons créé donc des écoles, une école au niveau, en deux endroits différents. Et formé par vingtaine. الجزائر نحن للمجد بنا، نحن آمل الجزائر في الليالي الحالكة، نحن طلاب الجزائر. نحن شرف لنا أن نقف أمام هذا العملاق الكبير، واحد من مكونين أولى المستشفيات أثناء الثورة التحريرية، البروفيسور محمد التومي المختص في أمراض القلب، والذي وصل الدربة بعد الاستقلال لتكوين الأطباء، وحفظه الله إن شاء الله. محمد التومي اسم كبير جدا في الجزائر وفي الثورة التحريرية. إذن بعد البروفيسور التومي كذلك كان لنا شرف أن نلتقي في 2014، وكان معي الأستاذ علي فضيل رحمه الله، وكان لها شرف أن تستقبل استقبال جيد واستقبال كبير من طرف المدير العام المرحوم علي فضيل. السيدة يمينة شراد، يمينة شراد هي واحدة من رفيقات شهيدات الثورة مريم بوعتورة وكذلك مليكة قايد. ومريم ويمينة شراد كانت أثناء الثورة التحريرية منذ البداية، لأن المرحلة الحاسمة هي كانت من 54 إلى غاية 56، لما التحق الطلاب والأطباء الباقين، يعني الثورة أثناء الإضراب، إضراب ماي 56. يمينة شراد كانت من الأوائل، وكانت مديرة مشفى في المنطقة الثانية، المنطقة الولاية التاريخية الثانية. تابعوا معنا. الأولى عندنا في 57 58 أن ننظموا مستشفى كاين في الغابة، عندنا ساعة كيلي ميزون فوريستيير استعملوهم مستشفى ساعة في العام. لاتيساج تاع لارمي فرونسيز يجي خطرة في العام، كلي واحد يكنس حاجة نستناوه نبعدوا من هذيك البقعة، وكي روحنا نرجعوا لبلاصتنا. كانوا لي بومباردومون، بدات الطيارات عندهم فرنسا ما بومبارديت، نبدلوا البلاصة خليو تتهدن الحالة ونرجعوا. بصح من 58 وطلع بلانشال، بلانشال ما يخليكش تركح. عدنا نديروا دي كازمات للمجروحين اللي ظهر نخبيوهم ونبعدوا. المسؤولين تاع الاقتصاد تاع القسم تاع الناحيه مع الشعب يجي يجيبوا من كون جهه الطائر جيجل الدواء كي نديروا القايمه يجيبوه لنا في الجمزاله، من جهه في الجمزاله ومن وراء ولي الطائر جيجل القايمه اللي نديروها يجيبوها. نعم. وبصح من وراء في بلانشال عندنا مخصوصين كي داروا لي زون انترديت، ولاو الشعب حطوه في جهه وحنا خليونا في الجبل، باش هذاك هو المقصود تاع فرنسا باش تحكم علينا هكذاك. وهذاك الشعب اللي في لي زون انترديت هذوك والله يجيبون الماكله يجيبون الدواء نروحو نجيبوه من عندهم. نعم. اذا كانت هذه المجاهده يمينة شراد اللي كانت مديره مشفى في الجبال في الولايه الثانيه، الولايه التاريخيه الثانيه. وواصلوا معنا متابعه الحصه، سترون كيف قامت يعني ب يعني قص او بتر يعني عضو من اطراف احد المجاهدين.
فيما بعد. إذا كذلك من الآخرين، من الرواد الآخرين الذين قاموا بعمل عظيم أثناء الثورة التحريرية، هو الرائد عبد محفوظ، محفوظ إسماعيل، وكان محاضر صيدلاني، وكان يعمل كذلك في مشفى في الجبال أثناء الثورة التحريرية. تابعوا معنا الرائد محفوظ إسماعيل محضر صيدلان. كنت سألتني على المدة نتاع بريباراتور فارماسي، هي كانت من الوقت نتاع 1940 1940، كانت هذاك الوقت الحرب الثاني العالمي، من تم حتى ال 54 وانا بريباراتور فارماسي. ثم 54 القوا علينا القبض، تولي كادر هذوك اللي كانوا في البارتي دو بي بي ا ولا ام تي ال دي، القوا علينا القبض. انا كنت منهم، واحد منهم كان بن يوسف بن خدة، كان واش يقولوا بودا، كان مهري عبد الحميد مهري، كان زيتوني، كانوا عدد منهم اكثر داونا لا فيلا محي الدين. انا على كل حال انا كنت في في اخر 55 كي اسسنا المستشفى في وقت عجول عجول. ايوه على كل حال كانوا عمليات، عمليات كثيره، عمليه جراحيه اللي كانت لنا اوكلوزيون انتستينال، مجاهد تنفخ كرش، تنفخ كرشو ولا ما يجيبش يتنفس. عملية التخدير كيفاش كانت تتم؟ لوكيلان، لوكيلان افيك دو كوطون، الى ان بي بي الكوطون هذاك افيك دو كيلان، وداروا على وجهه حتى شفناه ولا خلاص يبع عطا الطوع، عملنا له العملية. كنا نشوفه في صورة الرائد محفوظ إسماعيل، وكذلك علي ملاح رحمه الله الذي استشهد وكان مريض في ذاك الوقت، يعني كان مجروح، والرائد إسماعيل محفوظ هو اللي قام بعلاجه. كذلك من أصدقاء الثورة من الفرنسيين الذين عملوا إلى جانب الثوار الجزائريين، هناك أسماء مثل موريس أودان، وكذلك البروفيسور جون بول غرينغو الذي توفي منذ سنة ودفن هنا في الجزائر، وواصل الدرب بعد الاستقلال في الجزائر وأخذ عدة مناصب في وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، حيث كان مدير، يعني المدير الوقاية في وزارة الصحة، وكذلك المكلف بصحة الأم والطفل لمدة سنوات، وانتهى مع في العمل مع البروفيسور زيتوني في المعهد الوطني للصحة العمومية في إطار تحضير المخطط الوطني الأول للسرطان. بروفيسور غرينغو قبل أن يتوفى كان لنا معه هذا اللقاء، وكان من أصدقاء الثورة الذين كانوا يأتون بأشياء مثلا الدم أثناء الإضراب، كان يأتي بالدم من مستشفى مصطفى الجامعي ويقدمه للكشافة الجزائرية، ثم يبعث يعني إلى المناطق الجبلية. تابعوا معنا البروفيسور جون بول غرينغو. En fait, ça a pratiquement coïncidé avec mes études universitaires.
Et après, donc, je suis, bon, pratiquement, je suis, à ce moment-là, on m'a demandé d'aller au ministère de la Santé. Je me suis occupé de la santé de la mère et de l'enfant, d'abord, et ensuite, j'ai pris la direction de la prévention. Alors, pendant la guerre d'Algérie, bon, ce qui est vrai, c'est que j'ai eu la chance de, enfin, d'abord, c'est vrai que j'ai commencé, j'ai travaillé avec les gens de l'UGMA, et le président de la commission, c'était du comité de l'équipe de l'UGMA, c'était le ministre, enfin, Ben Yahya, qui était à l'époque président de la comité, donc j'ai connu M. Ben Yahya à l'époque. Enfin, j'étais avec les scouts musulmans en particulier, et donc c'est pendant ce temps-là qu'il y a eu la période de l'OAS, et moi j'étais contre. Et donc effectivement, à un moment, il y a eu une période où on a monté un centre de transfusion sanguine à Madania. Et donc, ma fonction, c'était de récupérer les flacons de sang à l'hôpital Mustapha pour faire le centre de transfusion, parce que les Algériens ne pouvaient plus aller en centre-ville. Hein. Et donc, effectivement, bon, ça, c'est un très bon souvenir que j'ai gardé de cette période, effectivement. Enfin, si on peut dire, parce que je me sentais utile. نعم، إذا كان هذا البروفيسور جون بول غرينغو الذي عمل إلى جانب إخوانه لأصدقائه أثناء الثورة التحريرية ووصل الدرب ما فيما بعد الثورة، وكان من المكونين وكان أستاذنا، يعني كان من المكونين للأطباء الجزائريين. نواصل ونعود إلى الواحدة من الثوار الجزائريات يمينة شراد أثناء الثورة التحريرية، وهي كما قلت رفيقة الثنائي مليكة قايد ومريم بوعتورة، قامت بعملية جراحية أثناء الثورة التحريرية. تابعوا معنا هذا المقال. المستشفى اللي كنت أنا فيه كاين أنا ممرضة ومعايا بنات، وكاينة واحدة ما تعرفش الحرف، انا الفابيت ما تقراش، ولا غنيه بومعزة، جات تسكن في الجبل، جات علمتها كيفاه تداوي كيفاه، ولات خير من الممرضات. كاين بنات تاع المدينه كيما واحده بيبيشه تاع فاطمه قروج من بجايه، ثاني كانت معايا، وكاين اخرين تتفرقوا على الولايه. أنا داويت ما بين ميليا وجيجل. نعم. العمر السنين اللي تجوزتهم كل ما بين ميليا وجيجل. كاين ندير ساعات دي زامبيتاسيون في على الشعر، كاين نشفى واحدة لا طيارة ضربتها قصيت لها كرة لا جامب تاعها. زامبيتاسيون يعني. كاين طفيل ثاني جيت ولاد علي وهذا محمد، كيما كان يجينا الدواء يجيو يبعثونا نطلبوا الكاتكوت. كاتكوت الخيط اللي خيطوا به في الطب في كيديروا العمليات. انا هذاك الكاتكوت مستحفظه به اكثر من الدنيا كل، ديما عندي خيط في جيبي. داير هذا محمد تاع ولاد عليوه مولا 8 سنين ضربته لارتيري قصوا له قصينا له كراعو مع بن ناصر بشير. قعد هذاك الطفل وحي دوك كاين عمي عليه هذا في المنازل في جهه ما بين الطاير وميلا. قصيت له انا ذراعو هذاك العسكر خلاه ذراعو زراق وكل منا زراق وكل فالي فاغ لاكتو فالي قال لي كنت تقصي لي ذراعي قلت لك عنده ميطايات تاع تحته قال لي قلت له لازم نقص لك ذراعك جا في هذيك النهار يعني معايا بوبنيدر صالح مسؤول الولايه كان جايز من ثم جاي يطلع لينا وعمي صالح قلت له هاو المشكل وين يهضر معاه بالعقليه نحلوا الميت المات عطاها لهي وقال لي قصي له ذراعه قصيت له اول ذوك مازال حي وباش نقصو بلا سي ميتاليك قعد عندنا لي سي ننظفوها مليح. نعم، تحيه حاره لهذه البطله من الثوريات الجزائريات ومن فحلات الجزائر. ووصلنا الدرب وواصلوا الدرب أبناؤنا فيما بعد، يعني بعد الثورة، وكانوا خير خلف لخير سلف،
ودليل ذلك الرسالة التي وجهها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون للأسرة الطبية التي يقول فيها أنتم مصدر فخرنا واعتزازنا لما واصلوا الدرب بعد الاستقلال، ودليل ذلك شهادة الكثيرين أثناء الإصابة بالوباء. تابعوا هذه الرسالة. فخور بكم ومعتز بجهودكم الخيرة التي تبذلونها في مواجهة محنة كورونا. بهذه الكلمات توجه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في رسالة تشجيع وإشادة للأسرة الطبية وأعوان الصحة كافة في القطاعين العام والخاص، عبر لهم فيها باسم الشعب الجزائري عن امتنانه وعرفانه واعتزازه بجهود الأسرة الطبية. وقال رئيس تبون في رسالته: إن بلادنا تواجه محنة وباء جديد على البشرية بهويته المجهولة وسرعة انتشاره. وأضاف قائلا: إذا كنا نحن بإيماننا وديننا الحنيف نرى في أمر الله كله خيرا، فإننا أمام هذا البلاء نزداد اليوم إيمانا بقوة الإرادة الإلهية على قلب العالم في لمح البصر، إن خيرا وإن شرا. واستطرد بالقول: إنكم أخواتي وإخواني، بناتي وأبنائي، مصدر فخر لنا جميعا، لأنكم تقفون أحيانا بوسائل غير كافية ولكن في الصف الأمامي تخوضون حربا ضروسا بإرادة حديدية لا حدود لها في مواجهة وباء فتاك. رئيس الجمهورية وبكثير من الصراحة خاطب أبطال الجزائر بالقول: تمنيت لو كان في استطاعة التواجد معكم شخصيا في الميدان. ولم يفوت الرئيس الفرصة ليدعو أفراد قطاع الصحة إلى مضاعفة الجهد والإبقاء على جاهزية قطاع الصحة عالية، مؤكدا: إن الشعب يثق في قدراتكم ويسندكم، وإنني بجانبكم في كل لحظة. وختم الرئيس رسالته بتوجيه تحية إكبار وإجلال لكل منتسبي قطاع الصحة الذين يعرضون حياتهم وحياة عائلاتهم في كل لحظة وعلى مدار الساعة للخطر من أجل إنقاذ وإسعاد الآخرين. إذن تحية كبيرة، تحية إجلال وتقدير لشهدائنا البررة الذين توفوا أثناء الثورة التحريرية، وكذلك الذين توفوا أثناء وباء كورونا، وكذلك تحية لمن هم على قيد الحياة يواصلون الدرب، كما أترحم على كل الذين توفوا واستشهدوا ومنهم اليوم تمر سنة على وفاة زوجتي المرحومة الدكتورة آسيا بوعدو، أترحم على روحها والتي توفت بالكورونا. إذن أقول للجميع جمعة مباركة، دمتم في صحة جيدة وإلى اللقاء.